ازيكم يا جماعه؟ وانا مش متفاجئ، بس يعني عشان كنا بنتكلم انا وخالد في حدود. خالد انا بالنسبه لي، خالد انا منحاز له 24 ساعه و100% مما لا شك فيه، لان انا اول مره تعرفت على خالد كان في 2009، صح كده؟ صح مظبوط. ملحنا ومطربا وفنان بالمناسبه، وانسان خلوق لابعد الحدود. خالد حلمي منور. بنورك. عامل ايه يا خالد؟ انا تمام، وانا مبسوط جدا 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 انا معاك. يعني لا ده انا مبسوط جدا والله. بالنسبه لي مختلف عن اي انترفيو عملته في حياتي، عن اي حاجه. ليه احساس تاني كده؟ لان هو يعني لما تقابل حد بعد فتره كبيره قوي، وحد من الناس اللي هي بكل امانه دعمتني بشكل كبير قوي في بدايتي وادتني ثقه كبيره جدا، فبشكرك وبشكرك على الدعوة النهاردة. ده أنا كمان شكرا. ما تقولش كده خالص، تعني ليا كتير قوي يعني. لا لا ما تقولش كده خالص. يعني أنا لما شفت خالد دلوقتي فبيقول لي أنت مش هتفتكرني، فرحت ضاحك قلت له طب إيه رأيك إن أنا اللي طالبك بالاسم؟ يعني أنا كلمت زملائي قلت لهم لو سمحتوا أنا عايز خالد حلمي، فإزاي بقى مش فاكرك؟ استحالة، لا يمكن. تعال نقعد نبدأ نحكي من أول 2009. ايه اللي حصل مع خالد من اخر مره اتقابلنا؟ كنا اخر مره كنا في اخر 2009 بقى. بالظبط صح. احكي لي. كنت في مسابقه عاملها يعني احد الاذاعات مع شركه خليجيه كبيره، ومسابقه كبيره جدا، وكسبت، طلعت المركز الاول ووقعت مع الشركه فتره، ونزلت فعلا اغنيه، وبعد كده بدات انا اشتغل لوحدي. حلو. بدات انزل اغاني ونزلت فعلا اغاني، وبدات تتعرف بشكل كبير بس بشكل متقطع شويه. والحمد لله كان في حاجات منها نجحت بشكل كويس قوي جدا. الحمد لله. وبعد كده بس كنت كلها ألحاني، وفي حاجات كمان ألحان ناس تانية. وبس بعد كده بعديها بفترة دخلت The Voice ووصلت للنهائيات بتاعت The Voice، وكانت انتعاشة كده كويسة. ومن بعديها رجعت أنزل أغاني تاني وبلحن كمان وبدرب غنى، يعني اكتيفيتي كتيره. بس يعني انت بالاساس كنت بتلحن يا خالد؟ من الاول خالص. بس طبعا الغنى والتلحين بدوا مع بعض تقريبا في نفس الوقت. انت حبيت ايه اكتر؟ لا الغنى يا شيخ. الغنى طبعا. الغنى ليه باشن، ليه كده احساس مختلف. التلحين برضو انا لحنت كده، يعني عارف بنسميها لماضة كده، اللي هو انا عايز الحن، انا في حاجه في دماغي، فكره نفسي اطلعها. وسبحان الله يعني انا ما بلحنش اغاني كتير قوي، بس الحمد لله بلحنه يعني الناس بتعجب بيه بشكل كبير. انا بيني وبينك ما بشوفهاش لمضى خالص، لان انا اولا بشوفك كملحن مختلف تماما بصراحه. ده نمره واحد. نمره اتنين، انت ليك طريقه، وده سبب اختلافك وانت بتحط المزيكا، وليك طريقه وانت بتغني. يعني حتى لما كنا قبل ما نبدا على طول الفقره، وده مهم برضو، انه خالد بدا يغني يا مسافر وحدك، فيا مسافر وحدك هو غناها بطريقه خالد حلمي، وفي كده بعض الكلمات وبعض القفلات ومش عارف، هو بيغنيها بطريقته هو، وده اللي بيخلي انه انا مثلا بقعد طول الوقت بشكل، يعني هقول لك، مش هقول لك بشكل يومي، لكن هو شبه يومي يعني مش بعيد، اقعد ابص على الفيديوهات اللي انت بتعملها طول الوقت على تيك توك وحاجات زي كده. ولحد ما انا لقيت، كنت مره كده قاعد، انا مخي كان واجعني بصراحه وكنت مقرف، ولقيتك قاعد عمال بتغني، ورحت ساكت ورحت على طول بعت الفيديو لزمايلي، قلت لهم هاتوا لي خالد. لانه انت خرجتني بره مود وجع القلب والدماغ. استاذنك نروح للفاصل، ونرجع بعد الفاصل بقى ايه نغني. يلا بينا. ماشي. جلس. يلا بينا. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني، ودعني من غير ما تسلم،
وكفاية قلبي أنا مسلي دي عينيا دموعها دموعها بتتكلم دي عينيا دموعها دموعها بتتكلم يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني. كمل بقى لحد الاخر. حلو قوي 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 قوي. ده بقى اللي انا كنا لسه بنقوله، انه لما بتغني انت بتغني بطريقتك انت. يمكن دي من بحسها من اكتر الحاجات اللي تبقى صعبه شويه على المطر لما يغني. كمان حاجه الناس حافظها جدا، لان بحس ان هو لو انا هبقى بادي بالظبط الاصل. طب ما نسمع الاصل بالظبط، لان هو الاصل ليه هويه واضحه جدا، بس كل واحد بيغني ليه الهويه بتاعته. فبحس عشان كده مهم قوي الواحد يحط البصمه بتاعته على الاغنيه عشان شخصيته تبان، عشان شخصيته كمطرب تبقى واضحه للناس، الناس تبدا تتعلق بيه، تتعلق بصوته، يبقى عنده هويه واضحه جدا. يعني الميزه زائد ان انت بتغني بطريقتك وببصمتك وبهويتك، وده اروع شيء بالمناسبه، انه انت كمان بتغني صح حلو. يعني مش مثلا يلا بينا نغني يا خالد فيبقى عندي برد، او طب بس احنا هنظبط الصوت ونقعد نعمل شويه حاجات زي ما الساده والسيدات المشاهدين شايفين هم مايكين والسلام عليكم، عارف اللي هو بلا فلاتر كل حاجه زي ما هي. تعالى بقى نقعد نتكلم على لحنت المين. وانت كمان غنيت مع عمرو. غنيت مع عمرو دياب. تخيل حد بيغني مع عمرو دياب، يعني كون انه عمرو يخلي حد يغني معاه دي كبيره قوي. بالنسبه لي الموضوع غريب جدا. انا حد بيكلمني في التليفون بيقول لي عمرو دياب عايزك بعديها بيومين معاه في حفله، فانا افتكرت حد بيهزر. يعني ملهاش اي تفسير منطقي غير كده، لان حتى احنا ما صدفتش ان احنا اتقابلنا قبلها او كان لنا يعني علاقه ببعض قبل كده. فهي بالنسبه لي كانت غريبه جدا ان هو سمعني شافني في فيديو من الفيديوهات وعجب يعني بصوتي وحب ان انا اكون موجود معاه، فشرف طبعا كبير. احكي لي على التجربه بقى، اول ما قابلت عمرو، يعني الاول انت افتكرت ده مقلب؟ طبعا. ثم لا، لحد ما وصلت الحفله انا فاكره مقلب، لان كمان بس انا هقايس واروح، دي حفله عمرو فانا هبقى مبسوط، هاخد الريسك واروح، يعني ما عنديش اوبشن. وانا حتى مش عارف احنا هنغني ايه، يعني فكره التواصل عشان نعرف نتفق نغني ايه طبعا مستحيله. فلحد ما وصلت الحفله انا يعني كان بالنسبه لي احسن حاجه ممكن تحصل ان احنا اسلم عليه، يعني خلاص يعني باك ستيج ونسلم ونتكلم كلمتين. بعد كده طبعا كنت في انتظاره اول ما وصل، فلقيته بيسال حد من اللي معاه هو خالد فين، فانا بساله خالد انا يعني هو بيسال عليا بجد ولا ايه؟ ده بجد بقى ده انا يعني. فطبعا كانت بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا، واتقابلنا وحتى طلعنا على الستيج احنا مش متفقين نغني ايه، فلقيته هو بيقول لي يلا تعال نغني اغنيه واحده من اغانيه يعني المحسود، اغنيه اسمها محسود. وبدانا نغني، وانا طبعا انا لحد اللحظه دي انا مش مدرك ان انا على المسرح جنب عمرو دياب بغني. طبعا، لان يعني عمرو دياب بالنسبه لجيلي كله والجيل اللي قبلي واللي بعدي واللي بعده كله كلنا. فبحس ان هو يعني لا ايكون، يعني علامه طبعًا مهمه جدا يعني. طبعا عمرو برضه اصله حال، وده برضه بالمناسبه بيدي صوره عن عمرو، صوره حقيقيه عن عمرو، لانه الناس دايما تفتكر انه عمرو دياب ده اكيد حد حاطط مناخيره في السماء ما بيحبش حد جنبه. انا قابلت عمرو اول مره تقريبا، لا قبل ما قابلك، قابلته في 2008 اول مره قابلته عند حسن الشافعي. وكنت عندي في تصوري الذهني عمرو دياب طبعا بقى ايه اللي هيتكلم ولا هيتكلم ولا اي حاجه. وكان في مشروع كده كنا بنتعاون فيه سوا احنا كراديو وعمرو طبعا. عمرو لوحده اصلا مؤسسه، وكان المزيكا بيعملها حسن. ولقيت شخص في منتهى التواضع واللطف جداً والمحبه جداً، وطبعا هستيريه افيهات قاعده عماله بتتقال يعني. كميه افيهات مذهله. وهنا كانت اول مره اشوف بعيني طريقه شغل عمرو، لانه كان دايما الناس تتكلم ده بيشتغل بالطريقه الفلانيه، ده بيحط مش عارف ايه وبيركز. انا لقيت واحد بيركز في كل التفاصيل. عملته الحلقه، الحفله في شغلتي، عملته الحفله. خلصت الحفله، انا لحد ما خلصت مش مصدق يعني. وفكره ان هو حتى انا قبل ما اروح عايز اقول لك
كل الناس القريبين مني انا مش قايل لهم حاجه، لان انا لحد اخر لحظه مش عايز ابقى بس بعشم نفسي بحاجه قوي. بس طبعا الحفله كل الجمهور اللي كان حاضر كله داخل لايف، فانا نزلت من على الستيج، لا انا بالنسبه لي يعني تقريبا حياتي اتغيرت بشكل كبير، لانه مصر كلها في حفله عمرو دياب، مصر كلها، ومصر كلها منشن، ومصر كلها حتى اصحابي اللي حاضرين الحفله ما يعرفوش، والناس حتى اللي بداوا يعملوا لي يعني على السوشيال ميديا وكده بدات استغرب. بعد كده نزلت ستوري الاقي عمرو دياب منشن يو في ستوري، فعمرو دياب مين بتاعنا؟ فبرضه موضوع غريب جدا يعني، يعني عشت على الموضوع ده شويه. أيوه. علشان بس اتقبله مش اكتر يعني، لان اعاده اكتشاف برضه بصراحه. طبعا. هتسمعني ايه بقى؟ طب بما ان جبنا سيره عمرو دياب ممكن نغني بس يعني. هتسمعني برضه خالد؟ طبعا لازم. طب ممكن نسمع الاغنيه الجديده اللي احنا لسه سمعنا. يلا. اسمها شريك الرحله، دي من الحقيقي وكلمات من غير الجيتار. من غير بقى ولا ما شاء الله خالد استعرض قدراته. خش يا خلود. في اخر الرحله بيفارق وبيودع بكل هدوء، وراضي وعادي مش مخنوق، كأن ما خدش روحي الفوق ولا من العمر كان سارق. في اخر الرحله بيفارق وبيأكد في قلبي كلام ما بيصدقش غير اوهام، ملامحه مليها الاستسلام لبعده بخطوه كان سابق. شريك الرحله كان ماشي في مشهد فيه دموع جافه ومتأثر على استحياء، ولومه في زعله يتخفى، تاريخه مفيش في غالي عليه، فراق الكل كان بإيديه، ولو زاد المطر حواليه هيرضى لوحده يتدفى، هيرضى لوحده يتدفى. لا 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 لا. غنى والله انا خايف احسدك ما شاء الله، تحفه. مزيكا او التون لانه باين، اللحن تحفتين. الحمد لله الحمد لله. مين النجم اللي بيفهم بالقوي اللي كتب الكلمات بقى عشان ياخد حقه؟ صديقي الشاعر محمد حسن، واحد من اشطر الشعراء اللي موجودين دلوقتي، وبسلم عليه واكيد بيتفرج علينا يعني، وشاطر جدا. محمد من الناس الشاطرين قوي قوي قوي. لا محمد ده عفريت. محمد خطير. احنا ساعات كتير بنسمع اغاني بتبقى على ودننا حلوه، تشيل المزيكا وتشيل اداء المطرب، تبص على الليركس على الكلمات، ايه الهجس اللي مكتوب ده؟ كلام ملوش اي علاقه ببعضه، مجرد وزنه وخلاص. صح. ولحن يروح مجملها، عمل لها باكجنج وصوت حلو واداء رائع، ميت فل. انا قاعد مركز جدا في الكلام وفي الصوره اللي عملها بقى محمد حسن، عشان كده سالتك مين النجم اللي بيفهم قوي اللي عامل ده؟ طبعا طبعا محمد استاذ كبير، ده كتوبه. لا 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 محمد جامد 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 لسه يعني. ليه كمان حاجات كتير قوي قريب نازله حلوه جدا، وليه حاجات قريب نزلت مع نجوم كبار يعني، فسلم عليه دلوقتي. ده تحفه تحفه. برافو. المره الجايه تيجي يا محمد، فريد ما يجيش لوحده مع بعض باذن الله. دي انت ليه ما لعبتهاش؟ ولا دي ما تنفعش تتلعب على الجيتار؟ لا ينفع، بس حسيت ان هو يعني في اغاني كده بتبقى تعبيريه قوي، بحس ان عاوز تطلع كل الاحساس في الحاله كده جدا وانا بغنيها، فبحس ان هو كده بيبقى الحاله نفسها جات لي كده، ان انا عايز اغنيها كده من غير الجيتار. السؤال اللي بيشغلني طول الوقت بخصوصك واللي مسبب لي خنقه، ليه الاونز اند اوفز طول الوقت؟ لان هو انا عندي شغل الصبح غير المزيكا خالص، وكارير وبقالي فيه اكتر من 15 سنه، وبحاول اكون مركز فيه جدا زي ما انا مركز في المزيكا وفي الغنى وفي التلحين وفي التدريب اللي انا بدرب غنى، فكل ده انا بحاول اعمله مع بعض بشكل موازي يعني، خصوصا يعني لان برضو الكارير بتاع المزيكا شويه
قاسي جدا جدا. انا بحاول اعمله كده من غير تنشن يعني، من غير يعني قاسي قاسي ولا قاسي وغدار. وانا بالنسبه لي سعيد جدا فيه، ولما بعمل اغنيه هو الحمد لله بحس ليها صدى حلو وبتنجح بكون سعيد جدا. فعارف اللي هو ايه الاجانب بيسموها سلولي بتشور لي كده، خطوات بطيئه بس الحمد لله الخطوات يعني بيكون ليها صدى كويس قوي مع الناس يعني. ده بالنسبه لي اهم حاجه. بتفرق لما تبقى الخطوات بطيئة وإن كانت واثقة وثابتة، يعني اللي هو إيه، أنا مش بشتغل مزيكا علشان لقمة العيش، لقمة العيش أنا بشتغل الصبح أنا تمام فبشتغل ده بحب. صح صح بتفرق. طبعا يعني، وأكتر حاجة بحسها واصلة ليا مع الناس إن هو حتى الناس اللي كانت بتتابعني من وقت ما بدأت خالص هم معايا مكملين وحافظين الأغاني. ولما تكون عندي حفلات يعني مش هقول إن أنا سوبر ستار ولا حد مهم، بس الحمد لله وانس الحفلة بتنزل كومبليت تاني يوم على طول ما شاء الله. فبالنسبه لي بتبقى برضو عارف الناس بتبقى ايه حاسه ان هي جزء من المشروع، فعشان كده لما بتنزل اغنيه او حاجه والناس تبدا تغنيها في الحفله او حاجه بحس كده ان هو لا انا صح، انا تمام، الناس مصدقه اللي انا بقوله، حاسه ان هو فعلا ان انا واحد من عيلتهم يعني. انا فاكر راي طارق مدكور وعمرو مصطفى فيك سنه 2009 فاكر كويس، وعمر يتذكر كده. عمر كملحن الحقيقة وهو بيسمع خالد وهو بيتكلم عن خالد بيتكلم عنه بمنتهى الإيجابية، وكان سعيد وفرحان بيه قوي، والناس كلها عارفة أن عمر دايما أراءه شديدة حادة شوية، وطارق مدكور اسمه تاريخ يخض. صح. فبرضو رأيه في خالد كان مذهل مذهل، وتوقع له توقعات رائعه بصراحه. عشان كده انا دايما عشان كده كنت بسال خالد ليه طول الوقت احنا ايه بنظهر ونختفي بنظهر ونختفي، فقال لي بص انا بشتغل بمزاج. طيب تعالى واحنا بنفكر نشتغل مزاج، انت لحنت لمين لحد دلوقتي؟ روبي. روبي وكنت معاها كمان في اختيارات الالبوم، وكان فتره كويسه جدا. النوع ده التلحين اللي انت بتعتبره لما بحب اطلامض. يعني معظمها تبقى اغاني ليا ويسمعها حد مثلا وتعجبه، يعني ابو اغنيه انا عاملها ليا مع الشاعر محمد الشافعي، وابو اصلا بيلحن اصلا. فلقيت فجاه الشافعي بيكلمني بيقول لي ابو عايز الاغنيه، قلت له ابو عايز اغنيه انا يعني. وعايز اقول لك على حاجه، اغنيه شريك الرحله اللي احنا لسه سامعينها دي برضو بعد ما خلصت وخلاص وانا سجلت لقيت محمد حسن شاعر بيكلمني بيقول لي في حد عايز الاغنيه، وحد اسم يعني لو قلنا اهم 2-3 مطربين في تاريخ مصر هنقول الاسم ده. لا 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 فتفاجئت جدا ان هو كان مهتم بالاغنيه فتره من الفترات. انت هتقول لي في الفاصل وانا مش هقول السر. لا هقول لك في الفاصل، هقول لك في الفاصل. وبعد كده يعني كنت خلاص خلصت الاغنيه وحسيت ان هو لا يعني اغنيتي عزيزه عليا بعد ما كنت خلصتها، فما حصلش نصيب. يبقى لازم تعمل له اغنيه مخصوص ضروري، طالما قلت واحد من اهم الناس في تاريخ الاغنيه يبقى لازم يتعمل له حاجه مخصوص. احنا قلنا ابو وواحد كبير جدا قوي خالص مش هنقول اسمه دلوقتي وروبي بالظبط، هو في المطرب السعودي هيثم السالم طبعا من اشهر المطربين في السعوديه جد. واشتغلنا مع بعض في اغنيتين، والمطرب ادهم عاصم برضه مع اغنيتين يعني ناس كتير، ولسه بقى ان شاء الله قريب في مفاجات حلوه باذن الله. الحان غير الغنى كمان، غير الغنى كنا لسه بنتكلم على اون واوف كل شويه لا السنه دي ان شاء الله هيبقى في 3 اغاني كمان هينزلوا حلو باذن الله، وخلاص كل سنه كده هيبقى في اجنده واضحه باغاني بتنزل يعني فتره نشاط بقى كده فخلاص بقى. حلو انا هستاذنك احنا المفروض نختم انا مش عايز اختم بي انا عايز اختم بيك انت لانك انت هتبقى احلى بكتير ده مما لا شك فيه بكلمك بامانه شديده. 2 انشط 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 علشان هيبقى لنا حلقه ثانيه ان شاء الله هنقعد تبقى مساحتها اوسع يبقى معانا مزيكا اكتر نقعد نغني بقى قديم وخالد وتغني الاغنيه بتاعت ابو وهتغني الاغنيه بتاعت روبي وهتغني الاغاني اللي غنيتها مع عمرو دياب يعني عاوزين نقعد قعده كويسه وهتجيب معاك محمد حسن ماشي انا معجب بيه جدا ارجوك نجيبه معانا يا ريت يا ريت تسمعني ايه؟ انا كده خلاويص يا جماعه وهشوفكم بكره ان شاء الله بس من العالمين الجديده ومهرجان العالمين 2023 العالم عالمين اسيبكم مع ملحن هو وصف نفسه باللماضه انا بشوفه ملحن مذهل يجنن وصوت شديد الحساسيه شديد الحساسيه جميل وهو شخص تحفه
تحفة يعني. وبعدين طبعا بعد شوية هيبقى فيه بقى كريم رمزي بقى وهتبقى حدوتة وماتش الأهلي والزمالك بكرة وإن شاء الله الزمالك هيكسب وهنهيص حتى لو ما خدناش الدوري مش قصة. غني لي يا خالد يلا. كان يا مكان 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 الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان الراحة والأمان حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عيني نسيت من أنا أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان والله زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان